وحيتو 1988 ديستوديو سبع اسمه سويس ما يوضع دروق سنوس الدين وم ما مش تجيد او نيزوان من تشمث وم من شعاغ من يتجاق تذين دين تنظور نهارا غد سيور خيمخون بار نلعو بور نوس بقسا ونيتين وتشمث نخ من شعاغ زي النظوان طحب زي من طحب سينو جيون كيدم صاحب زي سوما تناغ في الفردين غايز مازي اسماعيل زن ماني ما تغاكني وتشمث وم من شعاغ قراوم قداوم وقلفاي سقيم البرنامج مش تجيد او نيزوان امان أقصد يوم إدار نيشان زين نظر نتقنا بريد التليفون غا ستوديو سبعة ونشي نصحب ثم مرة يعتام غنا غادي نتوزيخ ماني مجان ريني جان غادا خيز معنا غريني زوانا مان تقدي مرة غي نتحسن نغ إذا نتحسن غار وقتا وغفانا كي نغ البرنامج ونسيتيم أذا نتحسن أبرا غان غان نمرو ناربط غا 00212 5 37 20 44 74 قد يتوصل سيد مثلا غير جندي ستوديو سبعة ومثلا غير فردي إذا غير زوان غير خدمته ونتاقس قد تقبل نورا غير نوم دوش راش نوم دي ستوديو سبعة زي أربط قد يغوش مثلا غمزة العلوي تكنيكو نغي غير راح نزير خو أردنا ندي البرنامج نوم ربدا مش تجيز أو نزوان أمان مش تجيز أو نزوان أمان يساس الميكروفون زي النظر نيشان ونتقل يتوصل أيت مثلا نظر سيتي وتحتفى قبرها أتصل ونوجي ونطراجة سنغان وحضان ديني وما تغسل في النوع دي الجمعية نسال سمونت نتويزا وقليمان سيبو حجار وقليمان نانسا نترجى وما تغسل حاوي تغاي كاكي نغزي هولندا باش هدية تضيح ذا نترجى كذلك سيد علالي وضعب بما يفاق ما يسوس قصينا نسي دي مغفي لي سابة شغال وضيا وضاني تا وتقادي غسوطة سيد ما تنغس شباب النغي حدري النغ الموقع الإلكتروني نادو سيتي إذا البرنامج وني وفي صفان الخو أدير البس الناس نيشان ديريكت الموقع الالكتروني النادور سيتي ايد ما تسمعي الزن تقدر توصلي ونجيوني كذي جان ربدا تقدر الاستاذ النغ الاخت النغ حالي ما فوطاتي يا ناس رح حقد زي فرنسا تقدر توصلي صحتان ناس كي نصد كذا للبرنامج تقدر توصلي الصحفي النغ شي شوقي عبد المنعم صحفي وربدا نتحسابي تقيدوم الصحفيين والصحفة المكتوبة المتجان زي المؤسسين الصحفة المكتوبة النظر ودار رئيس وزير مراكشي تفكر جريدة الصدى وانتظر رئيس التنسيقية الفعاليات مارغي متمونين مونين تغفي شوقي قين كفوس إذا رئيس التنسيقية الفعاليات المجتمع المدني ذي النظر قادر الشباب النغ طيب خوجة ذا صحفي زقز غنغاني زغانغ بشكل غي حدا ذاني كلاب قادر سوطس قادر الشباب النغ ذا نغياز نتورة باش يدعو البرنامج ديريكتي وذان إذا نغسحت نغفنا كي نغل برنامج راشدي محمد دومة عمر شمالي ونترجع ينوجي من النغ يكنتصا زيار باسا كن غيري او مدنا غسي اولاد ابراهيم زي المانيا زي سمسمون تنتويزا نتقادا تسوطا نترى عوض غار الدنمارك او مثلا غار الفقيري مريت حتى ادياز من تليفون ادي واجبيات مثلا باش ادم غيسي وشوات خل عبور منش يعدو زير ماسط ان طنجة اذا غنغطس من وقت العبور او مثلا شوقي غنغطس لي مشان للعبور هالمطار نغبياتيون غانغ رماسط بنينصار غالغ دي طنجة غالغ الحسيمة غالغ صغر السيتيمة معليك التصنير الوقت عند الكرة مشان ولكن يمكن ان شاء الله نناقش الحسيمة نناقش طنجة ما يميلها اذا نسيب النهار خلوقة العبور النظر غالغ طوات من مريج غالغ بنينصار غالغ المطار من طيارة اذا ايموشانا نخسخة نسيور بالخصوص السقوطة كني وي صحفيين اكيد تحضام في عين المكان تقيم تغطيات خل عبور السقوطة وغادي يتصل المشاكل بالخصوص خطوات المريج انا كشوالي وش مثلا حليمه جمع ورده مزوار شو مثلا حليمه الاذاعه هي تمام ونشي نطحب الزايم ذي ثموها نمي عزن غياري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تنقذ كني ونشكر كني ونشكر مارا الطاقم التقني سوزيا دوكران شوية صبغات نتقذ كني ونطحب الزايم ونيتا قدر تسمى حليمه حليمه النغ كبر غمكش غوار خل عبر كش غواري الاستاذ النغ خل برنامج مش جديد ومن زوال ما دور صوب من اسقاك الجاليه المغربيه كذا صحفي من غتيني تقول سنة القدم وتمثنا بالحجمينا قد سي تمثنا فوتاتي ولا جميع الاخوان جن ماشينا موارد التقنيون ذي سمس حسان اذا غيت سراني البرنامج يا سواء يمزدغ كل نغزين تانيني غاجمضيني ومات بطبيعة الحال العبور تغير بطبيعة الحال يخسخ مني خسخ نسيور يخسخ نجرد زي العاطفة أني ريشويت موضوعيين خسخ نسيور
يمكن أركز أساسا، أركز مثلا لأن نعيش العبور، العبورات هي عندنا وده في مغاربة العالم، مثلا كل صغار فهو صغار مرة نقطة تاكل كوسة طبعا الحد الخلاف. وإن كان سمحية لأن وزارة الاتصال تتحمل سوية نضيج عدد من وزارة التلفزيون، ما راش كان العبور عامة التلفزيون ما راش تغث مليح، ولكن ذي المشاكل خصها تنسات لأنه نعايش العبور خصوصا بباب مليليا، ما يمي باب مليليا لأن الآلاف تسندي كين عامة. نشمي خسديني هو أنه ما راش تغى مواطن عادي تغى غاري الخبر هذه 6 شهور بين العبور وسكوتا ويتريشا عن طريق ميناء بنينصار، بل اديري عن طريق ميناء مليليه المحتله ما يمي، لانه ذن ارتفاع الاثمنه التذاكر ديال ميناء بنينصار. وبالتالي ما رانش تغي مواطن عادي تغاري تقل الخبر هذه 6 شهور، بمعنى ان الحكومه النظ اتري على علم غاس الاجهزه النس غاس وزدي الساكوازن بان فعلا العبور عامه اديري عن طريق مريج ما يمي، لان الحكومه والدخل شا حما التوي اتشرا اغار روبا نيغا تراجع بطبيعه الحال اثمنه، لان يوذا نهار تعيش ازمه اقتصاديه ديال الخارج يتوي 8 9 ديال واشون يقارب شوز ما تدخل ميناء برنصاص الثمن اللي دقيتش، اذا يتفضل يتحغى الميناء نمريج. مادام ان الحكومه تغسل الدقا ذا السؤال مطروح، نشوى شي سي بغبول جمركي نهار بور يتحمل غير عدد المسؤوليه الحكومه من تسوجد العبور الحكومه ك ك ك ك وغادي نجي نتاخير ديجو عطار فظيع في مالية بطبيعه الحال، ان الحكومه خصها تسوجد من تسوجد العبور الالاف النيوذان اللي تسنز عن طريق مريك. مثلا خمني مثلا شي نسن بان الحدود الباب مليليه المهندس يجين تصميم باب مليليه يشاد نشاسجن عدد من الفروز ازيت واحد تسونيا يقى المهندسه يا ماشي تغدي بوريقه تغد المهندس يستطاع 4 ممرات 4 الممرات ما يوريقين مستعملين ديال الخروج وذي قرش الجمركي مسؤول لانه انت ويارضي من الممرات لا، ولتان الحكومه قرار سياسي اختضاز من الممرات اني مرات جني وذا ندفع ان الجمركي اني غا بوليسيني اني غا مخزنيني ما ريارضم شان ممر نغني وذي نتغيمينا زين تميلوت اختصوا تحشي بوخي وذا اني ريش صراحة 4 ممرات من واحد طاز من الحكومة نومي تنقى حما نسهل ماموريا خيوذان وذي نتمدي نشا وبالخصوص يوذان وسين دو حران يوذان كان يومين مبرد يعني سمارة غيسيمان يوذان نومغان يوذان هرشان يوذان غاسن سكا يوذان يوذان تنسا أنك شواري سي السلام عليكم تخليكني وطس انش انش نقطه في السور غا واش من غامينا كنا صحفيين يعني مين تلاحظ الناس بكذا مش نتراجع عاد وما تروحش نتراجع سي في النوع نتراجع الحاوي خلوقي جالية نادي هولندا يتعامل كي غير كبار من غير الشيخ غا واش من السور غا السور بصفه عامه في المشاكل اللي تعنا الجاليه المشاكل الحقيقيه نعم المشاكل الحقيقيه تعنا الجاليه مش تولي تحوجمو مختصره دي دي ميوهاني في المطار نعم هذه المشاكل حقيقية هو انه المشاكل اللي تعاني من ليش في دارة الرين نشق العبور مثلا لا الرين الرين ذو العبور مش مثلا دي باب ليديا كاف نطس هي مثلا غير جوسين دي بار كاف نطس ولكن الاسباب الاسباب اثني جعل انه كاف مني ثم اللي دي تربي يوضن على مني ما يمي تكين مريت وتكين بو بنينسا ما يمي مشينا الاستاذ نغر الحاج منعم ما يمي ويعطي من شرمه مرات مرة باش ما يتذكر او ناس الموارد البشريه الديوان راني غير البوليس وزن طوفانشا اتصل الاشكاليات ديالي اذا الرزاق غاتني يسمى ديك السنه اذا غير السنه تبعنا كنا غير البرنامج مش جديده ونزوانه ما الرزاق هذاك يوم يدار مش جديده ونزوانه ما كنت ما تمومينا شو عاد فازي النظار ونتقدا يتمثل غير يتمثل غير خصنا غاسن شنا راه خصنا داوز الخبيد التليفون غير 4 7 قادين مثلا الفرد كني وجاو بدا كني يساعدو ينشين غا 00212 537 20 44 74 وهذوك الشغواري ومثلا ديال باص ومثلا سي ولاد ابراهيم ختم سمون نتويجا ومثلا ولاد ابراهيم سي ولاد ابراهيم
راهي نسري داير. الو الو ارتقك نويت من سماع الزن كل برنامج هو مش جديدة ونزوانة من انا عقب نيشان غار وتمثل فوطتي حليمة وتمثل فوطتي حليمة تسيد خ المطار نخ وغربو كارد مريتش كارد مريتش في السيارة وميدو سيغنش وضغط غدي وانا وادي نوفيق شام وادي نوفيق برغاشي وفيق ثلاثة نودان ولكن ثلاثة نودان استعدوا دي سنتي ساعة على حر نشين ترجع باش باش نطبع واللي ديني خدمن يتسمى يتطف خاضع مسودا وخا ديني ثلاثة نودان ولكن وهو ونزمارا نعدو دغيا واخا شواحد بغا تطف ولكن ديني تطف سمعت نقطة الثور انت كي زي طبيعة دي فرنسا شد شان دي العبور خاصة العبور وعروي دي نش قلت سمعت نقطة ان هي زي 11 الصباح زي 7 الصباح انا بك 11 الجيت وبيت دي نش وسات وفي كل شيء خلط كل شيء سوا نعم واني غاية حنا هولندا وبلجيك فرنسا كل شيء عما كل شيء سوا غاتنبو غاتنبو بو 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 هنا دي تما خلطة وغاتنشاء القانون نيشان نشينا تاع زي المكلفين النق ادقينا المجهود نسن باش نجبد نطاو النق نشين ما وقع غمانايا صبا صبا لان نحسن تاكي في السبعينات نشينا ثم واحد نغنق نغاس دي نغنحو بالوطن يعيد تخرق واحد نغطاس نخسيت تجارة الزاد وتتوارى قيش مشان عالي ذا بكرا مريض كم أمو تتاز دايوة ما تكم باش تجبد مطاوة النغ قطاوة النغ مريض سين داني تاكين زار نمين زار نشي أقاسم تخسام طاوة النمو سين داكين وتمثل حليمة واد كذي وسين شا وشما يميلة باش نسا واد وسين شا خدمن خدمن دي الساعة تا خدمن غاد تسان تحنجين خدمن دي جوح نجا خدمن واسن أداسن لا داسن أداسن ولكن خميت تاسن داني تاكين زار يعني راهي نستنى خميس التاسن دام من دام قال لي هنين الجيل ويسرتا الجيل ويسنين يعني مين قال؟ قال لي انا بكل صراحة خميس التاسن داري تاكل خاصة ندير الديوان واش نتعجب بالحال واش نتعجب بالحال الإدارة لنا وتبات نغي مينا نروح نشغل إدارة باش نبدل غا كونتوان وما نخيس مينو إذا الإدارة المصالح النغني ماشي لنا ومثلا الطيب تتصل لنا كيسن واتيفن بو من وانا توفي شامي تسمحوا المصلحة نتفاوت مين داي توفي مين داي توفي واني غير روح غير زويني هاني نغا تكيز هامي تغاثا ويد هامي تغاثا ويد ويغض مرة من اي ناس زي ازاد زي 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 النظر دي سنترو زي وادي النظر وادي حي الخطابي وبيد مرة شو واخد النير سكنية هذا حقا ماني نغل السيستني سكنية ماني نغل اني وبغى الاخير باش تخلصغنا ليا تعقب غا زيرو اذا مين يجيك سمحو سمحو لا اله الا الله سمحو هو ضلقو الخومين غا يجيك غا حلق غلوة كان يوجمع ما غانش أذين الصراحة تعجبني أذين الصراحة الصراحة البرنامج الصراحة والجميل شهر عمر ذاك البرنامج أول في ثلاث سنين والجميل شهر ذي المغرب العزيز إلا الإدارة الإدارة الطيب ديناز 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 واد المشكل غير إذا هو أنا بطيب وجوه ما غير جي روح على السبيطار حسني الشغل شبه غير مينا تاري غابوه بنا بالي نغني واد ما غضا يمهرش واد ما غضا الحلالي دي جاني مهرشني هرشه تغوي غيني ماش تغوي تغي خيز بحش طن زياد صور سمي ما غصبتا غصبتا سمينيات يوغان دي نزار كاريزا هتشغ تكعيج من خلال ذي العقرينو وزما الصبع يتخفض غاش يتخفض وضيع ولكن تم واسم نقع يتخانو وش تتاز نسكايا ورنغي المكلفين اذبت دليك المنايا باش نتقعد تم واسم نقع باش نجبد طاوان نق طاوان طاوان نق الى اخره هذا اللي يعجب الحال اخر كنا نبدا المواطنين دي مغربيين دي حريه اسقادات اسقادات وتمنى الحليمات سور سور النس رد البرنامج مش جديده وني زوانه ماني شنو مكني وتيدت شنو مكني والشفافيه سور مره من غوم غور نوم والهدف النغمار شي باش نعيب خويا ويا ولكن باش نكفوت بويا اكويا ويا باش قاعد باش نشوف باش غير مينا شغل الطفل غير اخباري دوخ خام واحد دوغ باش تعيش غير فرسان ديك تغطى مهما وطويل خام واحد دوغي واخواتي وضغى المستوى لاني الدول المتقدمة ولكن على اقل تغوض 70 80% نشي نخس الوطن غادي قاعد نخس الوطن غادي ديمقراطي نخس
ديالي غا في الحرية، القصة ديالي غا في الحقوق، الحقوق والسعر، الحقوق الجرازية، الحقوق ومعذور، الحقوق للشاب، القصة ديالي حقوقنا. باش انا واحد المرة انا غادي ندير انا كنديم غربيا وهذا التويت ثم ايرونيا باش هذا الصغر قال منزل شي نمل قال الشم ودار غواري الحاج النغ عبد المنعم. اذا نقط العبور داخل السور ولكن العبور الجاريه انا اداف نيت مثلا الجاريه انا مصالح النغني المحافظه العقاريه جار النغ السبيطار جار النغ الفاوت جار النغ غير تنسغوت العقار غير طف طف نسرين بطبعة الحال قبل السور خوينا وتمثل تشكاق في الغيرة زي السور المشكل أولا من مثلا العروية جبد وتمثل عروية حقيقة المشكلة مقاني دين دقو عروية هو التأخر نيغ إغاس الخطوط الملكية الجوية أما السيارة نسوى الالتزام اما تسقبل الوقت اما تسوري الوقت تجي وذا المكارفسين تجي كذا وكذا المتائم ولكن للحديث الساعه ما نضربوش البحث باش نتحقق يتوارز من الخطوط الملكيه الجويه رغم انه انتدت سبب المشاكل مره زي كيش نعرض نقاط العبور هما اللي نسس الامور نيشان يمسح حتى النهار سنن بان الاغلب المشاكل خصوصا ديال المطارات سواء عروين وجده طنجه نقله طالبيضه 90% سنة واخرها العمره يفضل يدير حمز العمره الجاني ودان خطوط الملكيه الجويه الجيني ودان كارسن واحد على 8 ودان واحد 7 بول بشر ثاني ما عندنا نساس النقاط على الحرم ماشي زين غارزي ربدا زين ربدا نعم فيما يتعلق المشاكل حقيقه المشاكل يغاتن مثلا يتعيشنا الماضي ومال اثنيش عدد المشاكل غات ارتباطات الاداره المغربيه غاصن التحفيظ مثلا نخمم مشكل التحفيظ غاصن مشكل التنفيذ نجن عدد الاحكام غاصن يتاح مثلا هذه عشان من اداره من الادارات كذا هذه قضى الغرض نتاعي من انه غاصي توت شهر لي كذا ما حدا ديال ديالي حك صور سيده بيت فغ يتقل طواف الافاضه في الاداره مره يروحت شهر يكون جي روحت كذا المشاكل غات المشاكل ديال الاداره ولكن بالنسبه للعبور مره اخرى الدستور الجهويه مي غنكثر مهمه ونتمنى لنا الدستور فعلا يودي عدد المبادئ يودي عدد الفصول خصوصا فيما يتعلق بالجاليه المغربيه كذا ولكن من قارنش هو ان الحكومه تحمل المسؤوليه مرات غادي ان شاء الله الشطات نغتو غادي ان شاء العبور ودي علوشه قالتو شي غمد ما معنى وتشمتن الحاجه مينا ما معنى ان كينيا دولة إفريقية متخلفة خانغنشي وغتقي من تبون هاراذي كينيا عباد الله وريقين دي شمران تعمارتد وقيم تشا ما يمينش غادي عغر وقت ديها وعمارت وريقين دي شمران ومين فعل سي وريقين مواطن ضم غربية وعزي الخارجة دي صغف وعن هاقش طاوريق تعمار طاوريق نيوة قيم شا نبقى لو مثل غاك الحق نشا هو غير وين غامريت ذكر بعض المشكل موضوع المشكل عاود كذلك بالنسبة وذا فني غيقفو أقا ساهل بالنسبة ذا مليليا ولكن يخسر إني غيتجا الأمور دكفوس إني غيتحمل المسؤولية ما يمي السؤال سعاود غيقيم التعوض غسير بدا أربعة الممرة بالعنتم سليبارية وهنا أغزمة أدي واني قارش نشي أغزم زيها ليبارية لم تقدري ولا مادام الجنيج الممر اكيد انه توقع لك فيها غادي يوقع كولا غادي يوقع هذه اوراجي يحرمني مزيان الكافن ولكن المسؤولين مقران سنان بين اربع الممرات ديال باب مليليه بالعنتم كليباريه ولكن في العظمه الواد السؤال المطروح اذا هناك تعليمات يسنس ايوا يخسى ولكن خسى انت لم يودا وخارق المخ يودا هذه الحقيقه انه تشي المرا نوفي الشفافيه انا وضغا من تقال حما ونفقد الجيلين الجيل الثالث نغ الجيل غير حرمني ديك عدل ونخسر شا يخسرني لي تيز ما يميش كتب اللعبه اربعه النيف ما يمي الحكومه ودير الامور الشلغ نشكمي الشلل الميناء بنين صار تخدمغ شي الميناء نمريت ما راه تخدمغ الميناء نمريت تخدمغ المحطه الوقود نمريت ما راه تخدمغ محطه الوقود نمريت تخدمغ الطاكسيات تخدمغ القهوة نخلق اسبانيو يحسن فواحد لانتعاش الاقتصاد مقابل انه الميناء اقتضي الدوله يجن عدد من الفلوس نشلي احكمي الشلل وهاد الاسئله خاصها خاص ندير الحكومه ديت الشجاعه انه خاص يتجاوب اذا تقدر تواصل يتمد اسماعيل الزن يا يتمد نغي كي نغي حضان ولا يتمد حليمه ولا حاج
شوقيد ومثلا الطيب اخذ غير الرباط مركز سنان نغ الو الو انت سري موت شمن خا امينه شعاز وزمان خي وضد الوقت نتازين نضوا على حسب الوقت نربط السلاد مين غاش ندير سن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حيث مسيس مارس حيث متدين نضه على حسب رقص ناربات السلاد من غاسن ديوسن أذيق بربي زوجي ثنوم وأذيق فربي ذنوب نوم إن شاء الله زيت ورطنا غليث مسيس مان تعقب داك وسدين وم ممش تجيدا ونزوان مان زوتش مثنخ مينا شعاغ وتش مثنخ مينا مرحبا بك زي ورطنا غني مرحبا بكم زي ورطنا غني وتقاديغ ومثنغ الفردي تقاديغ ما راي معشان لغ انتحسن نغنا راضي نتمزيق تيدا لغ تحسن وضفنا كينا البرنامج جبدا مش تجيدا ونزوان مانا كوتش مثنغ مينا شعاي زوانا نغني قنا غاكي وم ربدا زي النظر نتقنا بريد التليفون غاي عرباتي يتمثنا غي خسنا كينا غمسا وضن أدراغان غا 00-212-5-37-20-44 يتقري ومثل الفردي كينا عمر الحنفوري زي هولندا سي عمر زو قنا وتمثل غامينا وتشكا خشم وتشكا غين جيوني المكي ذا الناس وطس قادي خكني ورا شك ما توسي دس بلتا غا المغرب وتمثل غامينا ونشواد وزي خشا ولك تاني ذيني ني واد يوسين أخمين تسلا شوا ورا مو وتوسمي تقسان غر حرس وطس وطس شين تستانو الغير أن نخدمو فينا وتمثل غامينا ولا تاني خمين توانا ش... زين نعم من تحس مخ العبور وتبقاتها وأنا معاود غاو تمثل غامينا خو غانا بوني ميخ السوار من خوزي مريتش لأن واحد معنا حن جان طاوين وتمثل غامينا وتجيت كمل عقاد نقيفين لها من دم غاينا بتوسنا شي تتنغ الغير أخمنا ويا وتصرف عقاد وميصاد التعرف ويقايا بذا عادا قايا قيفينا وعويضا وبدون ذني بها عشرات تمغرب شتاو تمثل غامينا وافي ظن رميضا بعام الصبح ما خصني وغاصني تريح دا وتمثل غامينا غير قال الاعلان اسي وغان التسم شق شي واش كنت تابع شا واش كنت شا مي غقيم دين جيت كما قرا انا باقا ما فسد كخ المغربه رخوا مي لقت جان جيت هذاك ما شي نقا نقي فيه لا ابن هذا مي وحر ابن مي ود 7 سوايع بغرب الا هذا اللي تراجع عرق الواحد سيت واش هذا واغي جمون كاوت تمثل غامينا وتفن على طريق ليليا واه واه غرب ونمريت واه غرب ونمريت أغار أتوا أقصد أحد الحوثي ما أعرفوا الحوثي ما وفين في أعداء غير أقصد أسلغ من إنسا وفين شاء قدس الغامل إنشاء وشبه الغامل أخوات جيغان في الوقع أخو إخص ما رأيين إن دين إحراق الوقت إن إخص ما رأيين إن الشيكاية خمانا ويخب الشيكاية قمنا ويقبنا بيت واحد غد واحد نصي فاح ودي شغل يخيق لأن إحنا جان إحنا جان ما رضا وحنا عماس وشو غد نعم القدس رزا غير من السماع الزنك وسدين وما شجيده ونزوانه ما نبداك واش ما تمو مينا شو عاود دار الغوار وما تنغ طيب خوجه سي طيب غاش فين غاتيني الدور وثمانو امين الدور وثمانو النقطه اللي في ذا الاخت كنا غادي تتيخ تايدي كن المطار المشاكل اللي نتعانى بالناس بالاخص من المطار وعروي المشكل الحقيقي ما نيتجا يمكن ما نخزات كجن جهه النهار انه المطار ده مزيان خصك توسي على المطار
يمكن اميني ماشي تنغنش انه سياره لا سياره لا 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 كل عام يجب نجدو في عين المطار يسمى غيجن أتيني رخمي خشم ليش ندولا طوقا سواسطا وبالمقارنة كالنظا تسمى التص انتياري تتكون داغ النظا لا غان تسمى الجالية النظا الحسيمة تسمى الأغلبية الجالية اللي بارس زي النظا الحسيمة أتخذ المطار يمكن أني تتندق نشعر ما وانت لومي شو الموظفين اللي دينا صلى حسن عاون قال كنت ندي صندوق الشعب تنتي 6 7 ايام مش تنتغي ومري وقع شي حاجه شن جالي يستعدو شي حاجه ثاني شن تزورني شن ولا تحملت المسؤوليه انت نعم تما عديت غير معقول يخسرنا من ريسارت النقاط الحروف والنيه تحمل المسؤوليه واني ما غنحمل المسؤوليه وجبوا يجوا بوليسه قديني يخدم 12 ساعه ني 14 ساعه يسمح لي تهاون وضعيه جد صعبه راضي المطار راضي فرونتيرا راضي هذه النقطة ما راه خصنا نحمل المسؤولية المسؤولين المسؤولين مقران شنو اخو مثلا جمارك نحمل المسؤولية المدير الجهوي نعم انت مسؤول المدير الجهوي ما المدير الجهوي جمارك مين يقوي والو نعم اذا انت المطار عاود نحمل المسؤولية وين هذه يوجه المسؤول خل الامن الجمارك ديالنا نعم من المودع هذه لو يحمل المسؤولية يجو ديوانية يخدم 12 ساعة 14 ساعة مسكين الله احسن عاون اي كمي بتخجو ظاني غنحمل المسؤولية وبوليسية يخدم 14 ساعة رمضان دي تلي فرونتير قطوة انت رحاج لينيا في اطار خدم زيران انت رحاج لينيا الخزات سما من سخدتوها خدم من دير ستران رمضان اطر قليلة اطر قليلة وتحملت المسؤولية طوقرا ونهارا نهارا قين واش تصوري وش مثلا امينة انه تعذوش الطوموبيل مثلا الديواني تغش نحافظ على الماوها تقعد تحت الريشان البارج ني شنو وينه اغاد تدور والله ما ديني يقي نعم شنو تصوري غات 1200 في 400 طوموبيلين نهار نعم نعم ديني 10 ل 15 ديوانه ماشي تغقل قد بناء المغافيش ومن بعد اخو الجاليه والله حتى نعاود والسين نشا والسين نشا مني توقع عند هذه نعم خوتا تنتني هني تفسير كل سوني عما واجب مني تغقل اقا كشكل ديواني والخدمة شا اقا يتعجب شي يضط اقا والتقشة ولكن والسين شا انه المسؤولية واجبوا ديواني نينيغو بوليسيني المسؤولية الادارة المركزية الادارة المركزية والتوجد شا ماشي نوستان الحاج والتوجد شا تتغسن بانه تغسن الى ديك تاريخ 90% الجالية ما تكن مريج 90% الجالية عامة كن مريج بوركي اغار ابو ديب الانسايد غراء اغار ابو ديب الانسان ماني الذي نشاركات كين فايت واتوجد نشا وجي خفيت وهان وجي مهرة مينة ريغرة ريغرة أغربوا ذي بنين سان مثلا تخصص 120 أورو التزغمري اللي تخصص 60 أورو وني غادي تتبع لي الواشون خاصة تي قارم تم الفرق اني لا ديفيرونس اني اللي نجاب لين سان ميجي تي غتعلو كونجي نعم وخصوص النهار ماشي نوم مثلا الأزمة يتعلم بنان يخصها كونجي تحمل المسؤولية سواء المال ولا ديوانية الحياة كبرت تتكافس ديني كخدي انت معنا في رمضان كتاع تما نزريت الله احسن عاون الله احسن عاون الله احسن عاون تكسر مغاب الدن تكسر مغاب سركات انتي اللي تحبوش ركات وغير تحبوش انتيني غير من يبد تكسر مغاب غوني كا غادي ادت من اوامر شك وقف شك روح غير حبيبي روح فيها شك ما يمي مين يقف كي تغي غد نعم اذا الشكايات قالت قناة حمل الشكايات الجالية المغربية قد تستزيون اذا ما يجزي المصالح يجزي الرؤساء انتن المباشرين ربما وغربون لو تشوفوا يا بيدك سنا جينو غربون سات جينو غربون سات تو هذه الناس اللي غربوا كريدي تو هذا الدعاء يا خو كديني جو غربوا غربون واسنا ما مش سات قد ما مش خصني زي وقع عيش نجاب غطس الفاميليا تو جينا دسنا سكوتا 2000 يورو 2000 يورو غير لي غوتو باش هذا حنا الدوره ما مش غير المواطن اللي تغرب عن حتى من درس قسل قسل ينقسل يعني يقدر يدير تلفون غير مغرب تسري غير تنقال نهار قسل يوزان وزمان دازل لان هذه غير راه الطياره راه غرب ورزك واش شمال تك تك ودن لي شمال تك غمريش ما هو غير شويه نعرفها شويه نار احمد ما تغفر لي شويه نار احمد يا اخي شمال يدرك غير ما ميش خاف شخص العور ثم واحد ودع وركشه مريت المحتله شخص العور ثم واحد
كاينو، ولكن في القسطانة كثر السيارات كثر غيغروا بدات ادلت على حسب بوعنو، ماشي على حسب بري بوعنو. الغريات صاد قادي صوت صوت مثلا ربدا كان غا كيهم سدين هما سجيده ونزوانه مان يتمد ما خصنا داوود نغير بس ربدا واش مثلا مينا شعب السكري كنيو يمكن ترى غا نغا 0012 5 37 20 44 74 ومثلا الفردي ما بينه ومثلا ولاد ابراهيم ومثلا ولاد ابراهيم ربدا نتقاد جمعيه نقدر نسمون تويزان نتقاد نسوط اخت معاون تنسن بالخصوص مؤخرا سكنا ديج المبلغ زكاة الفطر يوتش مثلا حمامة جاندي الحسي مثل من دارا وغسبوت الداف ماني غسزق نهار قصي الله دي الخيرية انتطا والنس ايز نسمي من دارا دي زنقص صندي باغا وها انتتني نسيتي شتن تهرش السكري شتن نغني اقص دي دار العجزة للحسيمة وخاص ذكر خاصنا قاسم موتي ديني الدرجة ديني وذا نعاوننا نتقاد نسوطس غالنجار غالزليج غال شوية نطلعاتين تقاد يخت نسوطس وتقاد يخت ويزات كان غدي جل المبلغ ان شاء الله تنصارب فيما قريب باش تنسكي باش مثلا حمامة وياك مثلا غادي تحسوني البرنامج يمكن ردان تقرا غي خوت مثلا حمامة وني خصنا بيعاون يمكن كي يتصل بدا غا 06-67-99-7 اثنين واحد تقدر يخكنيو سوطس ييت مثلا غدا نستنى ان شاء الله نستنى خبيز من البرنامج نيوض غاورة ونوم نيوض غار جبوب نوم وتقدر يخسوطس ييت مثلا غدا جانا جماضي ومان غاس نيزن الغيرة خييت مثلا غاس زعما سيدا ربي وجين شيني ينضغى يخسن ولكن الله سبحانه وتعالى ينضغى يخسن ومثلا العقد ربدا غال نتراجع ومثلا ولاد ابراهيم ملاي ضاد يمكن هذه الخبار من السي هذه استوديو 7 وما تنغفلتي اذا العقبه غير برنامج مترا شتواري مترا وغان منتخبين في الجاليه المغربيه لا دي الشان المحلي ولا دي البرلمان ولا دي الغرفه الثانيه واجين بودي الوزاره واخد يعني واجين هم مشاركين سياسيين اساسيين دي تسيير شان طماهم المغرب ردقه اهل الصحراء ادرى بشعابها يعني بدا الجاليه المغربيه اني هنا نسن المشاكل تن كثار كثار زيد مغاربه الجندريده نهار وزير التجهيز ما يسن المشاكل وخا يسنيهم من كن اخر ساعه 10 نغربوا كذا الغلا الثمن يودانو الفن ما مرات باللعن اذا داني تم عليك جا منتخبين سن مين غادي نقول انا شد دقه مثلا صحفي النغ قيدنا استاذنا مبلغ الحاج مينا بالنسبه لين فريق وقع الشينا سيدي وقع تقول مشاكل ديال العبور زي مريتش مثلا زي بمليليا وفن ديودان نغزي ميناء برينسان نغزا وفن غاتندير في النظر اول ما بعدا ماني غيرح الشباب يغدي طاق واحد السيار خوز جماضيني ومن ماني من دس نسوجد نشي ندادي النظر بعدا حتى المهرجان ينسوجد المهرجان يظهر يدي اللي مزي نهار مدوالو دا يصدح ونغنى يعني مع ان الريف دا يصدح نتمتين غنى وهذا الموضوع نغني يا خاص نستيول ولكن لا من دات نسوج نهار يصحاب الخارج يصحاب مثلا غيطاق واحد السيارة سوجت كورنيش وشايف فضاء الصباح كورنيش عشي كورنيش تبدي كورنيش شفتي كورنيش غير تجيب من عند الموبيل تاع غاز السعيدية هيا دات نسوج بكل صراحة ماهيش الفضاء نغني نسوج مثلا اخذيني لذلك الاشراك مثل ما مشت لنا الفكره مهمه اشراك الجاليه المغربيه اللي تحمل الشان العام ضروريه والتاريخ تعاون التاريخ عاون التاريخ لانه لاني ادرى في المشاكل اللي تعيشن حما ان تقطب ان يتمثل الشباب يختصور وتمثل الفوطاتي ولدي سيور خرج من قضية النغنية وتمثل من المبادرة الإخواني كين جمعية تويزا خيق الأخت دي الحسيمة أعتقد على أنه مبادرة تصبح رينتينا ولكن يجي نحاج فاقد طلب الزيت هو أنه دار العجزة خصوصا غير الشندة دي النظرة نشتمني غتبلع في أقرب وقت ممكن لأنه ليس من تقاليدنا في شيء أنا وي الأباء النغ أنا وي الأمهات النغ دار العجزة لا إسلاميا ولا حتى شي حاجة نقي كيش وقرر رد الوالدين ديج البركة ديج الداب ديج وراغية يا ريف النغ يا ريف النغ يكمل يا ريف النغ يكمل الله يجازيكم بخير وني غادي جاشان بابات ني غادي جاشان يماس هذا يسيك الخال هذا يسيك سي البركة الدعاء دوا ورا سبحان ماشي غادي ينضر لدار العجزة قد واجبوا زيد التقليد لنا واجبوا زيد الدين لنا وكيف منهم ولكن هذا الحجة الأخت النغ حالي والنعاب شغار يما على حد 90 سنة نكسيت لي صبانة قعاليت نسكوت لي صبانة باش نزيد الخوة زما
الى اخر نفسي ذي جان يما بابا عاود كيف كيف غاترقى ولكن تعب مليح مليح بالبركه البركه ولكن يما مسكينه اللي شو هي شنو بقى لا زي ما تما وعقل وهو تخسس ولا وزن ما تبدا نكسيت زي صابة انا ديش متميز زي تكلف مش قادر يغني برا ولكن شو قالت يسي سمسكة سنتي قابل البركة كسيت دي صابة انا مش وزن ما تبغى غدار العجزة وزن ما غدار ما غدار العجزة يخسوات مشاتها اني غوالة وتمث نغمينا لان شن شهورات يعدون بتخيج الحالة نش سي عبد الرحمن وش نفعين المكان انه يجن مخروقة عاجزة إصدار سيد كات 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 نمروة سكوة قد سوى 120 مليون كات كات 120 مليون إصدار فمغاث نضال أتيت سيد الشغادة العجزة بوركي سنش تمغاث فمغاث نش تنسوف خبيثة للا سوف خبيثة سوف بلض أنه تنضال يماش التوى غادر العجزة نش بكل صراحة وطالب في أخرى ممكن أنه ضرني العجزة كسات بالله وأن تلميذ شاب معتقى وأن تقاليدنا تقاليدنا ماشي يمو الآباء النغ الأمهات النغ ما مش تنو تمثل الله يجزيها بخير واخا صغير يقارن 90 سنه ما لا تغا غتخمم دقماش ني غيبابات واخا ري صبانات كسيت ريتيج البركه دي تداني وهذا حديث او تشمزن امينه النظر الى وجه الام يعتبر كانك زرت الكعبه او تشمزن امينه تخمم باب الكعبه الو كينا كيما الفردي او تشمزن امينه كيما ولاد ابراهيم خبرين التليفون ومازن ولاد ابراهيم انت حافظ ايش قبله البرنامج نوم مش تزيد ابن زوانه مال مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تصدر لكين البرنامج سي ولاد إبراهيم؟ واحدة عشان مرة ولكن إذا عشرة مليون تنجارة تقصري غاوم إن شاء الله. فضل ومين ومن أرأي غاش بقدي خصوات الزمعية النغ يعزن مكويزات تنعوان تنغو مكينة راك الأخت النغ حمامة إذا تنجمع شوات باش تصفق دار العجزة ومشي الناس شوقي الحاز النغ ولا نس ولا أخت النغ حليمة أقل كنت أيوة وين دار العجزة شو أنه مشنت دار العجزة تدافي الصورة واكيس النوشة ونتمنى في أقرب وقت لا الحسيمة ولا النظر يوذن ذكن خاضي الوالدين سن أطهن لندي الوالدين سن لأن ذي جن البركة تمقرا وبر الوالدين إما رابوا أتبر دبوي إما الزبابة شي تعتبر ذي الموبيقة تمقرا الله سبحانه وتعالى واتخلت يا من نمرة كما تدين وتدان ما زلش غاد بقدن هاري باباش يوشش قنداش قطاعوا الناس وتحت بيت يعني لأن الوالدين تختصر بيت الدنيا ثم الآخرة إذن الأستاذ النغطي ولد إبراهيم أتقدوا مايث ما عراني لأن غير سران بوج ماذا ديني دي زوانا مان ما عرى ديني وزيو النم ديني كي رغضي تنصوها إن شاء الله نتمنى يوم الخير إن شاء الله والله نشين بالنسبة للموضوع هيا نهرم أن نشين وضيس التاصل لأن الإخوان النم مرة من يجي المهم ولكن شين تدي النغ يقال انا زعما الوالد النغ تيري شنو شنو تجيب النغ وغادي نمشي نحاج كتاز الوالدين نعم وشاولني زمان غاسي تما هذيك شي الوالدين نسق الاجر نتو غيتخدى في الله سبحانه وتعالى نعم وني واي زمان قتل في الجنوايب من غايش انت في مدن تا هو النغ اذا ونيتا اختو انترو ميشا نمشي اللي قنغدر الحمد لله انا عاون دار العجزه أن عاونيني واي زمان إني حلاجن إلا بنا نخسر يقفوز بفوز ما رأى الخون شين كان نقا بشنو شما شما نطاري تغاوى يويا بوري جني تارى المسؤولية غاو النغنيت وني زمان هذي كشتيك هذي تهلا دي الوالدين الناس غاسيش الأجر رام قرام وني واي زمان هذيني المحسنين لأنه واجب مار غاس لسي تعابة شتشي الوالدين الناس مش قاغا مش الوالدين ينون خاين خوز تجيب خاين غاري دي مومو ولكن مش زماغ ايش زماغ واي زمان تاسي منت مش قان ايت مغنى فاقدوا الشيء لا يعطيه ايش زمان تاسي منت نسوا غاسمي الغيش اذا انا نعمل الوالدين شعبها ديري غير مرقيتن خاصة شعبها دي البرامج الجيوسين انا عقب غال عبور دوا داف نيت مزوغي مغربيين ما نرى غاشو مثل مغرسي ولاد ابراهيم انت شنا يسمى أيش بس نغمين خلق العبور وسجادات وذات المغرب مش تعدون ركون جنسن وتغنت رجع شعلها البرامج النوعات على زي التجس بعديك. خلت بالنسبة للعبور قلب شكل نصف دقيقة تبيني. زجامي زجامي جن زوان دائما ده غيره. رب ده المشكلة تنه.
الا انه يجعم تيري مشاكل الطاس يجعم تيري مشاكل الفلوس فعام يوضع المارك شفت الحقيقه لان ملي جيت كنخدي وانا في اسبانيا ما يمكن سنيما تقول مع شقنا اسبانيون اي اسبانيون كنت نغاوز تجي نعم ولكن مضطر هاد السنيكن اول ما غرب والو بدا ملي تاكد غا الميرياني غا مالاكاني غا المويني زياد الزين اديني وقح نهاري كما وشي قرات اللهم هذيك الوراق الاسبانيون واحد راجل غاديه مواطنو ولا ما قيم غدانيته توقع يفوش اذا مشيت لدرا المريك تجي مريج ني غيك تزي طنجة ني غيك تجي بنينسا انا قد امثلني الله ما يمديها بقحدا نيتها ما يحوش دغان انا وما يحوش دغان راه مهم ني غير وما قيت ازداد يستعد ويلا هذي الزر والله هي معليك واحد ديال المشاكل انت مواط الوالدين يديني صلة الرحيم هذا مين 60 دي 100 تريكو حنا كتا صلة الرحيم مين القام انايا نعم باش يوذانا السنين لانه غان غنشيل المشاكل اللي غنشيل وانا الزبون انا غنسوي شدين تيبي شنو الزبابين الكورنيش شنو بنادم يا زاد يا هي حوا نعم الحقوق الناس هذيك شنو حق الناس هاي نيوها نتقاد سي وما تنغسي ولاد ابراهيم خاري الناس ونتقاد توصلت وما تنغسي حجه الياس تغيث وانا البرنامج تقاد توصلت يلا يود غلط وانت تشا المهرجان بدا غنسي عقد ان شاء الله وما تنغ وما تنغ سي شوقي نتكاي وذا النقص جل الموعد المهرجان نغرار المتوسط النظام دي النسخة نسوي السلافة النظور في لقاء مع العالم إذا نضايت من القاغل كدونس والنسخة ويسترتا يعني زي 2020 نهارا دي اني غنفح تجل الاستمرارية الاستمرارية لو تبقى ويسترتا يجل حاس تصبحا ولو أنه يسجع صار لأن رمضان كذا غنقصير للمؤسسات المالية تدعم سن واجبوا يدعم يا الريف يدوسنا الريف الثقافه الريف الاستثمار السياحه الريف ولكن السيتي ما ان شاء الله دي من ديوسينا ديال الاستعداد من اللي يعجبوا تفطر اسيار الامور في سن صحتي صحي تفطر كفاح فيا شكرا وانتم مغمينا فعلا لانه نهار سر النجاح للمهرجان المتوسطي في النسخه الثالثه هو كون ان الشريك الاساسي الرئيسي للمهرجان هو الزملاء الاعلاميين على مختلف التوجهات على مختلف الاختلافات اللي جرى جا المواقع جا المنابر الاعلاميه كذا ولكن بدا اسمو النهار اسمو المهرجان المتوسطي دي النسخه الثالثه على اساس انه فهو النهضه نهار فهو المنطقه ايسين امنو سبقا حما تنجحن النسخه الثالثه فقط ما يمي المهرجان يتوقزم غار عيام فقط ما يهم المهرجان ولا يسبو الفضاء الطب ولا يسبو فضاء المرأة ولا يسبو الرياضة السبب ماشي ذي المهرجان يتحمل إجن عدد الأمور من الأدوات لا ولكن المشكل ماشي أصحاب المهرجان يتحمل ماشي الزملاء الإعلاميين المسؤولية تحملت المؤسسات الاقتصادية المؤسسات المالية البنك وهني غد كان إيه مثلا رفروس ديال الخارج غا المؤسسات البنكية رفروس النيوان تستفيد من شاس حاب النظر الأرباح نيتا وين تنتغى تندى من الغنية أقضى نيتا ليا مورا تجيه 27 تغى مبرمجة تجيه نحفلي يحرمني مزيانا لازم النظم عن دايس يسين تستاذي النظر نعم وين تغى تندين تن الغنية أمورا يعدون دعمني جن المهرجان أقضى تجيه تندين تزاه نغنية لما نسمى نعم مورا يجن نغني جن مؤسسة نغنية يسين تستاذي النظر تروح تدعم ايش الموسيقى الروحيه كيش نتندير في المغرب من غادي ندي ودنا اختصاص راجع للمواقف نسنيك المؤسسات الاقتصاديه المؤسسات الاقتصاديه مثلا على سبيل المثال خمني كثير صراصيت قاضي النظري في تفهم ما هي ودان ماشي للسويره ماشي ليها قادي في تفهم ما هي ودان دي النظر يخص صاحب نظر تستفد القدس شكرا شنو ورد لك قالوا ما تغطيت المهم اول ينين قالوا انه قالت ميت ما تنغريها جمالي وابان انه نتمنى ان شاء الله غنقطع مع اليوتين وكيف نقول المشاكل اللي تبغي مع ما ونشكرك انت خلي ما نتمنى ورد لك واش بالغ يمينا اورينو يا كات وجهها غير النداء المكلفين اذاعه مازال خمس سيري واش بالغ يمينا شو عاد الاذاعه نغص عنده نقص بالله عم غير خط يا خمس تقمش البرامج وشتر غير فتغاط من غير صحاب الخارج صحاب الغربه تبقى نشارك ذي البرامج كون ما نتبعدو مرحبا مرحبا البرنامج اللي هما شديد راني زوانه ما نقص نوم وستي ما غير نشري البرنامج وما توصل وقيت
وبرنامج نجاح لانه هو بعد عن الاقل ديتين تفرغ اختي قدوقت عن الاقل تفرغ ديت المشاكل كل حياه كل من ميت المناسبه شكا شم شكا ومات نغ الفرديه شكا الاخوان مره ايجان الصحفيين دين ديال الاذاعه المزيق لانه تنيق تطوي نغ نهار على الاقل ديال المنطقه اذن نخدم يجن عدد المثل لانه ما يكون ديال المعاونه نومي راه كيكمل على راينا حيت نغ تقدر تسكت وطاس وتقدر الصحفيين نغ مره النغار لو بدين سن دو شجاع سن الإذاعة في كل صراحة وكل شفافية عيد خاصن أمينة شعب عيد خاصن الإذاعة عند مزيغ الإعلام الأمازيغي مارن كفوس وكفوس باش الزيت نويا غزال ويفرح المهرجان بحضور صحفيين غي سويان الأمر وأكيد أديرين في نساين ولو تقريرين ولكن أديرين في زمان الشباب النغ الحزن النغ ومثل على اللي واليوسين أديرين شعب ناسكم شنسن قادر مثل حزاد قادر راشديس قادر شملان قادر نوزيون إنو يعيز زني كذي جان ومثل غاشي ومثل غاشي سي طيب خوجة ومثل غاشي دعو مثل غاشي ملاد ومثل غاشي شوقي قادر ناظر سيتي وطس ومثل غاشي حليمة فوطتي قادر حزاد قادر زي ألمانيا ومثل غاشي ولاد إبراهيم قادر ومثل غاشي الفردي قادر غاشي مثل غاشي تكنيكو كن غيبان ديال البرنامج وتماتبوا مننا شعب قرار والله يهنيكم غنغدا سيمانه ان شاء الله نتغطي المهرجان نكون نهار تحسن مرحبا بكم عفوا سيمانه غنكل خط اداره المهرجان ولكن قريبا ان شاء الله غنغاكيهم السيمانه دو سيمانه الدار ان شاء الله الله يهنيكم تجي ذوني زوان امان مش تجي ذوني زوان امان ثم اثتر مش ذو سند فسنان رميت غب ذيوار غبني ثرننش نعينيش سقوسان نعينيش مرنس وش مسرورو وممتو غي زوان يعرزف دغط مواطنس استمرقم أكوش مثوم من الشوحة لذا عن مزيغتير